اليوم إن شاء الله الوصفة حميصة لحم، أسهل وأسرع وألذ وصفة ممكن تجربونها. لا حمص ولا تكشين ولا روائح، بسويها بالطاجن الفخار. أهم شيء نوعية اللحم البلدي وقطعة تقطيع شوربة. المقادير: بصل وفلفل بارد وطماطم كلهم مفرومين ناعم، فلفل حار اختياري وزهرة ثوم كاملة، وملعقة كبيرة معجون طماطم وملح وفلفل أسود وبابريكا حارة وبهار مشكل. هذه هي بس مقادير وصفة اليوم اللذيذة والسهلة. طيب نبدأ. بسم الله. بزبدية عميقة حطيت اللحم والفلفل البارد والبصل والطماط مع بعض، بعدين جبت كوب ماء بارد ما فاتر وحطيت عليه، نزلت عليه معجون الطماطم والملح والفلفل الأسود والبابريكا بهار مشكل. تبون كمية المرق أكثر، حطوا كوب ونص ماء أو كوبين ماء، أنا بالنسبة لي حابة يكون المرق قليل. بعد ما خلطتهم زين أضفت لهم باقي المكونات وخلطت، وكل ما طولته مدة التنقيع تكون أفضل، ممكن تخلونها ساعتين، ممكن قبلها بليلة تكون أسهل. نزلت المقدار ذا كله بالطاجن، وبعدين حطيت داخل اللي هو زهرة الثوم علشان تكون طرية ولينة، وحطيت الليمون الأسود فتحته من الجهتين ودخلته داخل، وحطيت الفلفل الحار. بعدين غطيت الطاجن بطبقة زبدة وطبقة قصدير متينة وسكرته مضبوط ودخلته الفرن. الفرن أنا شغلته قبل ربع ساعة، يعني حار بالمرة، الشبك تحت على أعلى درجة حرارة. خليت الطاجن ساعة ونص أو على حسب حجم الخروف. بعد ما انتهى الوقت فتحت الغطاء وشلت القصدير. ما شاء الله تبارك الله، الريحة مرة شهية، يعني مسبكة على المضبوط وبدون حمص وبدون تكشين، مرة سهلة. تقدرون تسوون فيها الدجاج وتقدرون تسوون اللحم سواء بعظم أو يكون بدون عظم. حطيته بصحن التقديم، ولاحظوا كمية المرق قليلة، أنا حبتها تكون كذا. حطيت فوق زهرة الثوم والفلفل الحار واللومي الأسود، قدمتها. تقدمونها مع الخبز الحار، مع الرز الأبيض، مرة لذيذة. الثوم ذايب بالمرة وطعمه مرة لذيذ بالأكل. تقدرون تزينونه بدبس الرمان، تقدرون تحطون عليها البصل الأخضر، تقدرون تحطون عليها خضار ورقية، تقدرون تسوون على جنب صلصة الطحينة الباردة بالبصل الأبيض. الطبق مرة مرة لذيذ. من كثر ما هو لذيذ، من بكرة سويت نفس الطريقة بس أضفت خضار واستخدمت اللي هي البرمة الحجرية. بنزل لكم بالأخير طريقة المعالجة. الطبخ بالبرمة الحجرية أو طاجن الفخار ينافس أفضل المطاعم، الطعم ولا غلطة. ضروري تجربون وصفاتي. صح وعافية مقدما على الجميع.